وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي. دكتور يوسف، بعد التحية، مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة. برأيك هذه المساهمة المصرية ماذا يمكن أن تقدمه من دعم للقطاع الصحي في قطاع غزة؟ نعم، اولا يعني باسم كل ابناء الشعب الفلسطيني وغزه الصحراء الفلسطينيه، انا اتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الاخوه في جمهوريه مصر العربيه الشقيقه حكومه وشعبا وقياده على هذا الجهد الرائع الذي تقدمه مصر لدعم واسناد القطاع الصحي في قطاع غزه بشكل خاص وفي جميع مناحي الحياه بشكل عام، اذ ان مثل هذه الجهود باتت ضروريه جدا وملحه للاستمرار في انقاذ ما يمكن انقاذه من القطاع الصحي داخل قطاع غزه، حيث انه من المعلوم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقدمت على اخراج معظم مستشفيات وزاره الصحه الفلسطينيه ومستشفيات القطاع الخاص في قطاع غزه عن العمل، وباتت المستشفيات باكملها غير قادره على تقديم الحد الادنى من الخدمات الصحيه في قطاع غزه. لم يتبقى الان لدينا في القطاع إلا مستشفى غزة الأوروبي وبعض المستشفيات الصغيرة التي لا زالت قادرة على تقديم الخدمات الصحية في الحد الأدنى بسبب الغياب شبه الكامل لجميع الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الصحية. ومن هنا بات من الضروري إبراز الدور الكبير لمثل هذه المستشفيات الميدانية التي أصبحت هي الحل الوحيد للاستمرار في تقديم خدمات ورعاية صحية لآلاف بل عشرات آلاف المرضى والجرحى الذين هم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الخدمات، لا سيما أننا نتحدث عن كارثة حقيقية حدثت في بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تتمثل في وجود الكثير من الأمراض المعدية والكثير من الحالات المستعصية التي نتجت عن المجاعة لا سيما في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، فهناك كثير من الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب المجاعة، وهناك كثير من الأطفال الذين يعانون من وضع صحي كارثي بسبب قلة الموارد وبسبب عدم تمكن هؤلاء الأطفال من الحصول على الحد الأدنى من الغذاء والحليب اللازم لإبقائهم على قيد الحياة. إذن هذا الدور المصري العظيم هو دور جاء في الوقت المناسب، ولا زلنا بحاجة إلى المزيد من مثل هذه المستشفيات الميدانية التي هي أصبحت ضرورة ملحة. نعم دكتور يوسف، مصر انتهت من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، كيف يعكس ذلك الدور الذي تقوم به مصر لتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة؟ نعم، هذا دور مهم جدا لأنه من المعلوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تهجير أكثر من نصف قطاع غزة من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، وكذلك أقدمت على تهجير عدد كبير من السكان من باقي المحافظات، محافظة الوسطى ومحافظة خان يونس، من الشرق إلى الغرب، فبالتالي هناك تكدس كبير لمئات الآلاف من النازحين في مناطق جغرافية محدودة وصغيرة جدا دون مأوى دون وجود أدنى مقومات الحياة، فبالتالي وجود مخيمات إيواء هي تعكس ضرورة أن يكون هناك ملجأ ومأوى لهؤلاء النازحين الذين فقدوا منازلهم والذين فقدوا المأوى والآن أصبحوا يعني في العراء. فمثل تلك الخيام على بساطتها هي ضرورية لإبقائهم على قيد الحياة، لا سيما أننا نتحدث عن وجود هؤلاء الناس في المنطقة الغربية على شاطئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط المعروف بالبرد الشديد والمعروف بغياب مقومات الحياة، حيث أنه لا توجد هناك شبكات مياه، لا توجد هناك شبكات كهرباء، لا يوجد هناك شبكات صرف صحي، فبالتالي الناس يعيشون في ظروف إنسانية غاية في التعقيد. لذلك مثل هذه المخيمات هي ضرورية للاستمرار على قيد الحياة.
دكتور يوسف، الأزمة الكبرى التي يعاني منها أهالينا في قطاع غزة هو انهيار المنظومة الصحية بعد نفاد الأدوية والغذاء واستنزاف الأطقم الطبية. كيف يمكن إسعاف الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في ظل هذا الوضع الصحي المتردي؟ ايضا اقتحام المستشفيات وتدمير جزء كبير من المستشفيات، يعني هناك مستشفيات تم تدميرها بشكل كامل، وهناك مستشفيات تم تدمير الانظمه الصحيه بها والاجهزه الضروريه. لذلك الان نحن يعني بحاجه ماسه الى المستشفيات الميدانيه، بحاجه ماسه اولا الى وقف اطلاق النار، اذ انه لا يمكن اعاده ضخ الحياه الى المنظومه الصحيه وانقاذ حياه الناس دون وقف اطلاق النار. إذا وقف إطلاق النار هو ضرورة ملحة، ومن ثم بناء مزيد من المستشفيات الميدانية، لأن المستشفيات القائمة غير قادرة وغير مؤهلة على تقديم خدمات صحية. وأيضا النقطة الثالثة وهي غاية في الأهمية، إخراج الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة من قطاع غزة للعلاج داخل مستشفيات جمهورية مصر العربية. أشكرك دكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.